بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة. والنهاردة هنتكلم عن السليفري جلاند. لو أي حد دكاترة من اللي قاعدين قدامي عايز يسأل سؤال وأنا شغال يا ريت يقول. أول حاجة حضراتكم، إحنا عندنا سليفري جلاند بنرجع نقسمها إلى ميجور ومايور. طبعا في ناس هتقول لي هو ده الهاند أوت، لا ده يا جماعة مش الهاند اوت اللي نزل. طبعا انتوا عارفين انا بقارن الهاند اوت بالمحاضره، ده الكلام اللي اتقال في المحاضره بالظبط، يعني ده اللي احنا مطالبين بيه. فاحنا عندنا السليفري جلاند زي ما قلت لحضراتكم في ميجور وفي ماينر، يعني السليفري جلاند كبيره وسليفري جلاند صغيره. طبعا الميجور عندنا الباروتيد اللي هي الغده النكفيه، سب مانديبولر اللي هي تحت الفك، والسابلينجوال اللي هي تحت اللسان. وزي ما احنا عارفين الباروتيد بتطلع سيرس يعني افرازات مائيه، سب مانديبولر هتطلع سيروميوكس يعني مائيه مخاطيه، والسابلينجوال هتطلع ميوسينس يعني مخاطيه. يبقى كده الباروتيد بتطلع ميه، السب مانديبولر بتطلع الاثنين، والسابلينجوال بتطلع البخار فقط. بالنسبه للماينور فاحنا عندنا ساوزنت اوف ماينور سليفري جلاند، يعني سليفر جلاند كتيرة جدا، في الفم وفي البلعيم وفي البارا نيزل سايتس. تعالوا ناخد شوية حاجات مهمة جدا نأكد عليها في المحاضرة. ادي السليفر جلاند، ادي الباروتيد زي ما حضراتكم شايفين. لازم تبقوا عارفين ان كسوبير ريليشن يعني من فوق هنا عند الباروتيد بيبقى في عظمة مشهورة جدا اسمها زيجوماتيك ارش. اما من تحت لو حضراتكم بصيتوا المفروض بيبقى فيه هنا سوري الانجل اوف ذا ماندبل. واضح جدا يا جماعه ان الباروتيد جلاند بتمتد ورا الانجل اوف ذا ماندبل. فدايما احنا بنحفز الطلبه بالنسبه للريليشن بتاعه الباروتيد، بنقول لهم ان هم يفتكروا ان من فوق في عظمه ومن تحت في عظمه. من فوق بيبقى عظمة الزيجوماتيك ارش، ومن تحت عظمة الانجل اوف ذا مان. تعالوا نتكلم عن انتيرور وبوستيرور. فزي ما حضراتكم شايفين على الرسمة، فانتيرور عندنا عضلة المسيتر. اما لو جينا بصينا على البوستيرور، اول حاجة زي ما حضراتكم شايفين ده كده المثلث اللي هو التريجس اوف ذا اير. وبعد كده زي ما حضراتكم عارفين ورا الودان بيبقى فيه عظمه بارزه هنا في المنطقه دي اسمها الماستويد بروسس. اذا لو حبينا نقرا الريليشن مع بعض، دي الحاجات اللي مأكدين عليها في المحاضره. عندنا كسوبيرو ريليشن عندنا الزيجوماتيك ارش، ده بيبقى فوق قدام التريجس اوف اير. عندنا انتيرولي يعني من الامام عضلة المسيتر ماسل شفناها على الرسمة. عندنا من وراء أول حاجة شفناها التريجس اوف اير، وبعد كده شفنا الماستويد بروسس. أما انفيرولي يعني من الأسفل، فقلنا إن هي بتمتد جاست بلو أند بهايند يعني أسفل وخلف الأنجل أوف ذا ماندبل. دي النقاط المهمة اللي لازم تعرفوها في الريليشن بتاعة الغدة. تاني نقطة أكد عليها، قال لازم تعرفوا إن الباروتيد جلاند عندها فولس كبسول أند ترو كبسول. خلي بال حضراتكم، أنتوا عارفين إن الرقبة فيها حاجة اسمها ديب سيرفايكال فاشن. يعني الرقبة بتاعتنا فيها سكن، تحت السكن بيبقى فيه سوبرفيشال فاشيا، تحت السوبرفيشال فاشيا بيبقى فيه ديب فاشيا. فالديب فاشيا دي يا دكاتره بيبقى فيها طبقه بتعمل انفستنج يعني بتحوط الغدد. فاحنا عندنا طبعا الديب فاشيا لما بتحوط الباروتيد دي احنا بنسميها فولس كبسول. اما الترو كبسول دي اللي احنا كنا بنسمعها في الهيستولوجي على طول، اللي احنا بنقول عليها الكونكتيف تيشو كبسول. تعال نشوف السؤال اللي جاي، وده من الأسئلة اللي أكد عليها قوي في المحاضرة.
لو حضراتكم بصيتوا هتلاقوا ادي الدكت اللي اسمها الباروتيد جلاند، سوري الباروتيد دكت. يعني لو تتبعنا الباروتيد دكت مع بعض لها اسم تاني اسمها ستينسن دكت، وده اسم مهم جدا. هنلاقي ان الباروتيد دكت طالعه من الانتيرور بوردر اوف ذا باروتيد جلاند، طالعه من الحافه الاماميه بتاعه الباروتيد جلاند، مشت على عضله اسمها ماسيتر ماسل. وبعدين خلي بال حضراتكم دي معلومه مهمه جدا، واضح جدا انها خرمت عضله اسمها باكسينيتور. عضله الباكسينيتور دي بتبقى موجوده في الخد، فهي بتخرم عضله الباكسينيتور علشان تفتح في جوانب الفم قصاد السنه رقم ابر سكند مولر توس. وطبعا يا جماعه لما نقول ابر سكند مولر توس تمام، يعني طبعا الدرس العالي بيبقى سيرد مولر، هي بتفتح قدام درس العالي. برضو من الحاجات المهمه اللي قال لازم نعرفها في الضغط ان احنا نحدد السيرفيس اناتومي بتاعها. والسيرفيس اناتومي بتاعها يا جماعه طبعا بيتحدد ما بين نقطتين. طبعا العيان الصوره دي للراجل فاتح بقه، المفروض يبقى قافل بقه. بنشوف المسافه ما بين الالا اوف زانوس والابر ليب، بنحط نقطه ما بينهم، وبنحط نقطه عند التريجس اوف اير اللي هو المثلث بتاع الاذن. وبعدين بناخد خط الباروتيد جلاند او الباروتيد دكت، بقى بتمثل التلت الوسطاني من الخط اللي موصل ما بين هؤلاء النقطتين. او لو جينا قرينا النقاط الرئيسيه لازم نبقى عارفين ان الباروتيد دكت لها اسم تاني اسمها استنسن دكت. لازم نبقى عارفين ان طولها حوالي 5 سنتي. ممكن فيلد باي رولينج، لما نيجي نعمل لها رولينج كده حركه دائريه بايدينا على الانتيرو بوردر اوف كونتراكتد ماسيتر. يعني نقول للشخص اللي احنا بنعمل له الفحص كز على اسنانك او خلي الماسيتر تنقبض، هنحس بالباروتيد دكت تحت ايدينا. وان فينجر بلوزا زيجوما، يعني تقريبا صباع تحت عظمه الزيجوما. من الحاجات اللي اكد عليها قال لازم نعرف انها بتخرم الباكسينيتور، لازم نعرف انها بتفتح في جوانب الفم قصاد السنه رقم ابر سكند مولر توس، لازم نبقى عارفين انها بتمثل الميدل سيرد التلت الوسطاني من الخط الذي يصل ما بين lower border of the tragus، يعني من عند المثلث بتاع الاير لحد النقطه التي تقع في منتصف المسافه ما بين الاله اوف ذا نوز اند ذا انجل اوف ذا ماندبل او الابر ليب. ادي الريد مارجن اوف ذا ابر ليب اباف ذا انجل اوف ذا ناوس، يعني في منتصف المسافه بين النوز والناوس. برضو من الحاجات اللي اكد عليها في المحاضره لازم نعرفها تبع الاناتومي هي النيرف ريليشن شيب. طبعا حضراتكم كلكم عارفين ان في عصب مشهور جدا بيدخل جوه الباروتيد. العصب ده هو الفيشال نيرف. ويخلي بال حضراتكم ان الفيشال نيرف ده لما بيدخل جوه الباروتيد احنا بنعتمد عليه في تقسيم الباروتيد الى فصين. أو the facial nerve will divide it into two loops superficial and deep. وطبعا لما بينقسم بيرجع ينقسم إلى خمس حاجات أو خمس تفرعات اللي هم توتو، زوغ، بدري، مع سوسو. طبعا توتو يعني temporal. وخلي بال حضراتكم التمبرال ده هيطلع لفوق هيغذي عضله اللي هي بتاعه الفرونتاليس اللي هي بتعمل رينكلينج للجبهه، والزيجوماتيك هيروح يغذي عضله العين اللي هي الاوربيكولاريس اوكولاي. طبعا العضلات دي هتفيدنا في الاكزامينيشن، لازم ابقى عارف ازاي بفحص الاكزامينيشن بتاعه الفيشال نيرف. علشان افحص برانشات الفيشال نيرف دي هنجيب سيرتها في العملي.
ان في التمبرال بنقول له اعمل رينكلينج للجبهه، الزيجوماتيك بنقول له غمض عينيك جامد عشان بنتست اوربيكولاريس اوكولاي، الباكال بنقول له اعمل بلوينج يعني انفخ بقك، لان الباكال يا جماعه هو اللي هيغذي عضله الباكسينيتور. وبعد كده المارجنال مانديبولر ده هنقول له شوينج يور تيس يعني وريني اسنانك، لان احنا كده هنتست اوربيكولاريس اوريس اللي هي العضله المحيطه بفتحه الفم. واخيرا السيرفايكال اللي بيغذي البلاتيزما، وطبعا البلاتيزما دي موجوده في الرقبه. طيب سوات ار ستراكشر ترافيرسنج ذا باروتيد، برضه دي ناخد عنها فكره، يا ترى في حاجات تانية غير الفيشال نيرف بتعدي جوه الباروتيد؟ قال لي اه، المونس سوبرفيشال عندنا هو الفيشال نيرف، تحت الفيشال نيرف بنلاقي ريترو مانديبولار فين، وتحتهم خالص بنلاقي الاكسترنال كاروتيد ارتري. ثلاث حاجات بيعدوا داخل الباروتيد. بالنسبه لي السب مانديبولار برضو احنا عندنا في الباروتيد، عايز اقول معلومه مهمه جدا ودي انا هاكد عليها مع العمل، ان الباراسيمباثيك سبلاي بيوصل لها من خلال نيرف اسمه ريكلو تيمبورال نيرف. لو حصل اصابه للاوريكلو تيمبورال نيرف، ده سؤال بيجي على طول في الامتحانات، لو حصل اصابه للاوريكلو تيمبورال نيرف بتاع الباروتيد طبعا ده هيحصل خلل في الباراسمباثيك، فهينتج عن ذلك سندروم اسمه فري سندروم. طبعا الفري سندروم ده يا جماعه بيبقى خلل في الباراسمباثيك والسمباثيك مع بعض. اللي بيحصل يا جماعه ان احنا المفروض مثلا لما ناكل بنطلع لعاب، هنا بقى نتيجه الخلل في الريجنريشن بتاعه الفايبر، ممكن لما ناكل تلاقي السمباثيك يشتغل، والسمباثيك لما يشتغل تلاقي مثلا وشك احمر او حصل احمرار على الغده، تمام، او حصل عرق نتيجه ان السمباثيك اشتغل مع الاكل نتيجه ابنورمال ريجنريشن للفايبر. ده اسمه فري سندروم، وده بيجي نتيجه دمج للباراسمباثيك سبلاي بتاع الباروتيد، وده سؤال بنسبه 100% هيجي لنا في الامتحان. بالنسبه لي الساب مانديبولار جلاند، فزي ما حضراتكم عارفين الساب مانديبولار جلاند بتكون جزئين، جزء سوبرفيشال يعني جزء سطحي، وجزء ديب يعني جزء عميق، وهي تقع تحت الفك. ولازم تبقوا عارفين من الحاجات اللي مأكد عليها ان في نيرف معدي في الساب مانديبولار تراينجل اسمه هايبوجلوسال نيرف او العصب رقم 12. في كمان معدي جنب الساب مانديبولار الفيشال ارتري والفيشال فين. طبعا الحاجات الريليشن دي مهمه، لان احنا واحنا بنعمل عمليه في الساب مانديبولار ممكن ناذي الفيشال ارتري او الهايبوجلوسال نيرف. برضو من الحاجات اللي اكد عليها، انتوا حضراتكم عارفين الساب مانديبولار داكت اولا لها اسم تاني اسمها وارسن داكت. الوارسن داكت دي يا دكاتره بتبقى طالعه من السوبرفيشال وداخله على الديب بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده كده. وفي نيرف مشهور جدا اسمه لينجوال نيرف. اللينجوال نيرف ده بيعمل حاجه اسمها تريبل ريليشن. لما نقول تريبل ريليشن يعني علاقه ثلاثيه مع الضغط. لينجوال نيرف رايح للسان. يا ترى ايه العلاقه دي؟ في الاول النيرف بيكون لاترال يعني ماشي لاترال للضغط، وبعد كده بلوزا ضغط، وبعد كده ميديال للضغط. وطبعا السب مانديبولار جلاند بتفتح في الفلور وذا ماوس يعني في ارضيه اللسان. لو شفنا كده رفعنا اللسان هنلاقي في الارضيه بتاعه الفم تحت اللسان مباشره بيبقى في حته بارزه كده على الجوانب اسمها سابلينجوال بابيلي، فهو بيفتح في القمه بتاعه السابلينجوال بابيلي.
كده احنا درسنا الاناتومي كويس جدا وعرفنا التركات اللي ممكن تجي لنا في الامتحانات. تعالوا ناخدوا الامراض المهمه والحاجات اللي مأكدين عليها في المحاضره. اول حاجه دايما بنبدا بالانفلاميشن. فاول مرض عندنا اللي هو الفيرال اكيوت ايبيديميك باروتايتس، او ممكن نزود عليه المامبس. المامبس يا جماعه اللي هو التهاب الغده النكفيه. ده فيروس بيصيب غالبا الاطفال. ممكن يجي على ناحيه واحده وممكن يجي على الناحيتين. بتلاقوا الطفل جالك الاول العياده بيشتكي من انفلونزا لايك سندروم، يعني اعراض عاديه زي دور البرد العادي، وبعد شويه لقينا غده الباروتيد عماله تتضخم. فيفر وبينفول سويلينج اوف ذا جلاند. وبعد شويه ديفيكالتي ان ماستيكيشن، طبعا مش عارف يمضغ، مش عارف يفتح بقه كويس. اند ات ويل نيفر سابوريت، يعني كمامبز، المامبز از ا فايرال انفكشن. وزي ما حضراتكم عارفين ان الفيرال انفكشن ما بتقلبش بصديق. الفيرال انفكشن يا دكاتره مش بكتيريال انفكشن. المشكله في المامبز انه لو جه في الكبار بيجي بمضاعفات. خاصه انه ممكن يجي ببنكرياتيتس، يعني ممكن يعمل التهابات في البنكرياس، وكمان اوركايتس يعني التهابات في الخصيه. العلاجات بالنسبة للعدوى الفيروسية بشكل عام هي بتكون سيلف ليميتد، يعني بتروح لوحدها، مجرد بس شوية راحة وشوية سيمتوماتيك تريتمنت. كده خلصنا الفيرال انفكشن. تعالوا نتكلم عن موضوع ذات قيمة مهمة جدا، وهو الأكيوت سابيوريتيف باروتايتس أو الباروتيد أبسس. أول سؤال يجي لنا في الـ MCQ إن الـ most common organism for the parotid abscess is the Staphylococcus aureus. البكتيريا وصلت إزاي؟ طبعًا أولًا من الحاجات اللي بتسهل الإنفكشن إن يبقى عندك دراي ماوس، يعني البق جاف مفيش لعاب، اللعاب ده بيقتل البكتيريا، والإنفكشن بتدخل through the duct into the gland، يعني العدوى بتبدأ في الفم وبعدين تدخل من خلال الدكت، والدكت هتوصلها للجلاند. احيانا ممكن تكون ريتروجريد او بلاد بورن، يعني عن طريق الدم. من المعلومات المهمه جدا لازم تكونوا عارفينها ان الباروتيد جلاند دي سراوندد باي دنس كبسول. يعني ايه سراوندد باي دنس كبسول؟ يعني الكبسول بتاعتها محوطاها جامد، وكبسول بتكون سميكه، فده معناه ان هي اي التهاب فيها هيجي بالم شديد جدا جدا جدا. اهو التسلابايل فور فالمنت انفلاميشن اند نكروزس، يعني التهاب شديد جدا وتدمير في الغده نتيجه لانكريس تنشن ان اتايتلي كلوزد كومبارتمنت. طب يا ترى ايه الاسباب اللي ممكن تعمل خراج في البرزت؟ قال لي والله عندي مجموعة أسباب، من أهمهم طبعا انسداد للسيلس اندكت باي ستون، يعني القناة اتسدت عن طريق حصوة. ممكن تبقى بوست أوبرتيف، بعد العمليات طبعا بيحصل ديهايدريشن، يعني جفاف في الفم، الكترولايت ديستربنس، يعني خلل في الالكترولايتس. ممكن يجي بعد مرض التيفود، الكوليرا، اليورينيا، الديهايدريشن. ممكن يجي نتيجة سيبتيسيميا، يعني عدوى في الجسم، باد اورال هايجين، وممكن يكون ايديوباسك. كلينيكال بيكتشر. خلي بال حضراتكم، انتوا عارفين ان الخراج ما بيظهرش مرة واحدة. بيظهر الأول شوية أعراض جنرال، شوية سخونية، تاكي كارديا، ضربات القلب سريعة، انسومنيا، ارق، لوس اوف ويت، بيخس في الوزن، دي كلها اعراض عاديه. ايه اللي بيحصل بقى؟ الغده او اعراض الالتهاب هتبدا تظهر، تلاقي الغده بدات تكبر وبقت مؤلمه. ريد وايديميتس.
السوالينج جلاند بتبقى تقريبا من 3 إلى 4 مرات قد الغده العاديه. لما نعملها اكزامينيشن حضرتكم عارفين ان اول حاجه في البلبيشن بنعمل سوبرفيشال بلبيشن. والسوبرفيشال بلبيشن ده يا جماعه بيبقى تي اند تي. يعني تندرنس اند تمبريتشر. فطبعا بيبقى عندنا درجه الحراره عاليه جدا بتبقى هوت ومؤلمه جدا وفي ثروبنج بين. لو عملنا اكزامينيشن للكونسيستنسي بتبقى براوني انفيرم يعني الكونسيستنسي ناشفه شويه. But it is not compressible يعني ما بتتضغطش قوي. ومعنى كلمه انها not compressible ان لسه ما الفلكتويشن ما ظهرش. الفلكتويشن ده علامه من علامات ظهور الصديد في داخل الخراج. هي دي بقى النقطه اللي بقول لكم عليها ان الفلكتويشن طبعا يمكن خدنا في العملي ازاي بنعمل الفلكتويشن تيست. اهو بنضغط بصبعين من هنا ومن هنا وصبعين من هنا ومن هنا. طبعا لما نضغط من هنا بالصبعين بتوعنا يا جماعه نلاقيه ظهر في الصبعين اللي هنا دول. فالفلكتويشن از ديفيكالت تو اليست يعني الفلكتويشن صعب انه يظهر بسرعه لان الصديد بيتاخر. سو نيفر ويت فور ذا باس. ده برضو من الاسئله المهمه جدا اللي بتيجي في الامتحانات. هل لازم استنى الفلكتويشن؟ هل لازم استنى الصديد عشان اعالج المرض؟ لا طبعا ما عالجش الصديد. وقالوا ان الاكزيديت ممكن تلاقيه طالع من الاورفيس باي بالبيشن اوف ذا دكت. يعني انا قعدت احس الجلاند او احس الدكت فلقيت الصديد طالع من الفتحه بتاعه الدكت داخل الفم. هناخد الصديد ده وممكن نعمل له ايه؟ كالتشر. الريليشنز ات كان نوت بي موفد اوفر ذا ديب ستراكشر. يعني ممكن مش عارف احرك الغده تحت مش عارف احرك الغده وهي من الاستراكشر اللي بتكون تحتها. وطبعا كلنا عارفين ان من عشان اتاكد ان السويلنج ده داخل الباروتيد في علامات كتيره هنرجعها في العملي. من اهمها ان انا لما اقول له كز على اسنانك شلينك زاتيس بنلاقي ان السويلنج بقى مور بروميننت. ولما بقول له افتح الفم بنلاقي السويلنج صغر. لما هنشوف الليمفاتيك درينج متوقع طبعا ان الليمف نود هتكون كبيره وبتندر يعني بتوجع. الموفمنت الحركه هتكون ريستريكتد يعني الحركه محدوده. والفيشا نيرف از انتاكت وما زال الفيشا نيرف سليم. طبعا اف نيجليكتد لو انا سبتها الصديد هيبدا يتحرك لدرجه انه ممكن يوصل للاكسترنال اوديتري ميتس لقناه الاذن الخارجيه. تعالوا نشوف ايه المضاعفات اللي هتحصل من الابسس. طبعا فيستولا متوقع طبعا يفتح فيستولا يعني فاتح طريق على اي منطقه مجاوره. كورونيستي يعني انه هيقلب بمزمن. سيلولايتس دي التهابات تحت الجلد. سيستميك سبريد ينتشر في الدم بقى ويعمل لنا سيبتسيميا تسمم دموي. يفرقع ويدخل على الاكسترنال اوديتري ميتس زي ما قلت لحضراتكم فوق تلاقي الصديد طالع من الاذن. ده كمان ممكن يوصل للكاروتيد شيس اللي بيبقى ايه ديب لي الاسترنو ماستويد. انفستيجيشن عاديه اي واحد عنده خراج بتلاقي كرات الدم الحمراء عاليه سوري كرات الدم البيضاء اسف عاليه ونعمل كالتشر نحدد نوع الصديد والبكتيريا. العلاجات طبعا كوقايه لازم ننصح الناس ان هم ينظفوا الفم كويس جود اورال هايجين نظافه الفم الشخصيه كويس. كوركشن اوف فلويد اند الكترولايتس يعني تصحيح للسوائل بتاعتنا نديله محاليل. ميديكال تريتمنت نعالجه علاج طبي نديله مثلا هوت فومنتيشن او ورم فومنتيشن اللي هي كمادات ميه سخنه وانتي بيوتكس وانالجيزكس يعني مضادات حيويه ومسكنات. السيرجيكال تريتمنت لازم تبقوا عارفين موضوع الهيلتون ميس. يمكن حضراتكم سمعتوه قبل كده مثلا في اونكولوجي او حاجه. هيلتون ميس ده بيبقى احنا داخلين بالمقص الجراحي بتاعنا مقفول وبعد ما بندخل بنفتح المقص
علشان نشيل الحواجز اللي بتبقى ما بين الاماكن بتاعه الخراج، لان الخراج بيبقى زي دايره كبيره وفي فواصل بين كل جزء وجزء. وانا قلت لحضراتكم dont wait for fluctuation، يعني ما تستناش لحد ما تلاقي الصديد بدا يظهر او انت بدات تحس. بالنسبه ازاي بنفتح، طبعا يعني هناخد بعد كده انسيجن مشهور جدا اسمه ليزي اس انسيجن، ده بيبقى حوالين الودان. هنا في الابسس قالوا ان احنا بنفتح السكن، طبعا جنرال انستيزيا الاول، نخدره تخدير كلي، نفتح السكن فيرتيكال يعني نفتح الجلد بالطول، يعني لو الغده هنا اهي الجلد الاول يتفتح فيرتيكال والديب فاشيا او الكبسول تتفتح ترانسفيرسلي بالعرض. بالعرض دي علشان اتجنب ان انا اصيب الفيشا نيرف برانشز، وانا شرحت لكم من شويه التفرعات بتاعه توتو زوغ بدري مع السوسو وعرفنا ازاي نعمل لهم اكزاميشن. بعد ما هنفتح الصديد او بعد ما هنفتح هنفضي الصديد ونحط الدرين بتاعتنا اللي هي الدرنقه بتاعتنا في اللور بارت، وبرده علينا في العمل سمعتوا الدرنقات، ونعمل مثلا اي كلوجر نقفل مره ثانيه. اكتر مضاعفات ان ممكن يحصل فيستولا، يعني تفتح على مكان اخر او فيشال نيرف انجري. بالنسبه للكرونيك انفلاميشن، فاللعبه في الكرونيك انفلاميشن او سالك تيزس ببساطه يا جماعه ان ممكن يحصل شويه فايبروس تليفات. التليفات لو افترضنا ان دي الضغط بتاعتنا، فالتليفات هتحصل منين؟ نتيجه ريكرنت انفلاميشن او ستولز، حصوات متكرره، التهابات متكرره نتج عنها تليفات. فالتليفات دي يا جماعه بدأ الدكت اللي قبل التليفات بدأت الدكت توسع دايليتيشن للدكتيول بتاعت الباروتيد، فبدأت الجلاند عندنا تتضخم خلاص. وطبعا الكرونيك دايما بيجي على شكل ايه؟ او بيجي معاه اكيوت اكسسربيشن، يعني الاكيوت طبعا سوري الكرونيك بيبقى حاجه مايلد شويه، مره واحده تلاقي الم شديد سخونيه شديده، ده كده ايه؟ اكيوت اون توب. بس السؤال اللي اكد انه هيجيبه في الامتحان هو عمك الميكوليكس وعمك الجوجرينز سندروم. الاثنين نفس الحاجه تقريبا، بس الجوجرينز بيبقى فيه حاجه زياده. الاثنين منشاهم في الاول هو اوتو اميون ديزيز. يعني احنا عندنا اوتو انتي بودي اجسام مضاده. الاجسام المضاده دي هتحارب السليفري جلاند اند لاكريمال جلاند. ففي الميكوليكس ممكن يحصل اللارجمنت، تلاقي الغدتين كبار. اما في الجوجرينز بتلاقي الموضوع تطور لدرجه ان احنا دخلنا في دراينس اوف ذا ماوس، يعني حصل جفاف في العين والفم نتيجه لتدمير الغدد اللعابيه والغدد الدمعيه. الكورونيك انديميك دي ملهاش لازمه. تعالوا نتكلم عن السيست او ذا سليفري جلاند، التكيسات اللي ممكن تيجي في الغدد. فقال لي اول نوع من التكيسات اسمه ميوكوسيت، من اسمه كده، عباره عن كيسه مليانه مخاط. وقال ان الميوكوسيل ده بيجي اكتر في الماينور سليفري جلاند او ريتينشن سيست اوف ذا سليفري جلاند، ممكن يجي في الماينور وممكن يجي في الميجور، بس ميلي ان ذا ماينور في الاورال كافيتي، وده نو سيرجيكال انترفينشن، يعني مش محتاج ان احنا نتدخل فيه. في نوع من الميوكوسيل اسمه رانيولا، وده بيجي اكتر في الميجور سليفري جلاند، خاصه السبلينجوال سليفري جلاند زي ما حضراتكم شايفين كده، بيبقى سيست كده واخده جنب شويه وواضح اللون الازرق بتاعها. يبقى ده ميوكوسيل اوف ذا سابلينجوال سليفري جلاند، وبتبقى لارج بلوش سويلينج، يعني سويلينج لونه ازرق كبير. از ذا فلور اوف ذا ماوس، يعني في ارضيه الفم. ديسبليز ذا تانج، تحس انه ضاغط على اللسان ومحركه من مكانه. يوجوالي اون سايت، يعني موجوده على ناحيه واحده. وطبعا هنا يا جماعه بوزيتيف ترانسليوسنت تيست، يعني لما نيجي ننور بالتورش بالمصباح هنلاقي التورش بيعدي النور.
وفي بعض الاحيان ممكن تلاقي الرانيولا دي طالعه من البوث سايدز، دي بتبقى نادره شويه انها بتطلع من على الناحيتين، وبيسموها اور جلاس رانيولا، اي بتبقى طالعه كده يا جماعه بالمنظر ده كده. اور جلاس اللي هي الساعه الرمليه، وطبعا ممكن تكون بلانجنج، وبلانجنج دي بقى احنا بنشوفها من الرقبه، بتبقى ميد لاين نيك سويلنج. علاج الرانيولا ايه؟ بص يا دكاتره، طبعا الرانيولا دي بتبقى زي الكيسه كده، فاحنا هنفتح الكيسه اهو بالمنظر ده كده، وبعد ما بنفتح الكيسه بنخيط الايدج الحواف بتاعتها في الفلور، العمليه دي بتسمى مارسيبلايزيشن. يبقى هي هتتعالج بالمارسيبلايزيشن اللي هي معناها ان انا هربط الايدج تو ذا فلور تو بريفنت انجري اوف ذا لينجوال نيرف، علشان طبعا ما اعورش اللينجوال نيرف اللي بيبقى ماشي في ارضيه الفم، وكمان علشان امنع ان يحصل لها ريكرنس انها تتجمع مره ثانيه. نفرقها بينها وبين الديرمويد. الديرمويد يعني كيسه جلديه. الديرمويد بيحصل ان ذا ميد لاين، يعني في خط المنتصف، وبيبقى فيه نيجاتيف ترانسليوسنت تيست، يعني لما نعمل له اختبار الاضاءه بنلاقي الترانسليوسنت تيست بتاعه نيجاتيف. تعالوا نتكلم عن موضوع تاني، وده رسميا بيجي في الامتحانات. لو انا سالت حضراتكم مين اشهر غده ممكن يجي فيها انفلاميشن، الاجابه بكل بساطه الباروتيد. يعني اشهر غده بيحصل فيها التهابات هي الباروتيد. اشهر غده يحصل فيها حصوات الاجابه هتكون السبمانديبولار. اشهر غده يحصل فيها اورام تيومر الاجابه هتكون الباروتيد. يعني الباروتيد كسبت في الالتهابات والاورام، والسبمانديبولار كسبت في الحصوات. طب السؤال هنا بقى، ليه السبمانديبولار جلاند بتحصل فيها الحصوات بمعدل كبير جدا؟ ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه. اولا لان السكريشن اللي طالع من السبمانديبولار جلاند از مور فيسيت، يعني الافرازات بتاعه السبمانديبولار جلاند بتبقى لزجه جدا. طبعا الحاجه اللي بتبقى لزجه سهل انها تترسب وتعمل حصوه. حاجه ثانيه ان الدرينج از ليس ديبندنت. يعني ايه ليس ديبندنت يا جماعه؟ يعني عكس الجاذبيه الارضيه. الحاجه الاخيره ان الاوبننج اوف سب مانديبولار جلاند زي ما حضراتكم عارفين بتبقى في ارضيه الفم. طبعا احنا عمالين طول النهار والليل ناكل، فبيتبقى في ارضيه الفم شويه فود بارتيكل، اجزاء طعام اللي ممكن تسد الدكت بتاعه السب مانديبولار وتؤدي الى وجود الحصوات. طبعا نتيجه الحصوه هيحصل اكيوت اند كرونيك سبمانديبولار كالكولاس هالادينايتس، يعني التهابات حاده ومزمنه نتيجه وجود الحصوات. الالتهاب هنا بتبقى علامته ازاي؟ العيان يجي يقول لك ان انا اون سينج ذا فود، يعني اول ما اشوف الاكل، اور اون ايتنج، يعني سواء انا شفت الاكل او ان انا بدات اكل، هلاقي الغده بدا يحصل لها سويلينج اند بين، يعني بدات تتنفخ ويبقى فيها الم شديد. And it may be associated with fever، يعني ألم وانتفاخ مع الأكل بالإضافة إلى سخونية أفكر إنها حصوة. وطبعًا في الحالة دي يا دكاترة لو دخلنا صباع جوه الفم وصباع من خارج الفم هنقدر إن إحنا نحس الحصوة في أرضية الفم. وخلي بال حضراتكم الحصوة بتتكون فين بالظبط، بصوا معايا على الصورة دي. الحصوة ممكن انها تتكون في المدخل بتاع الدكت، ممكن الحصوة تتكون في الدكت نفسها، ممكن الحصوة تتكون في مدخل الجلاند او داخل الجلاند بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده كده. هنا ده يا جماعة كده بتبقى ميتل، يعني في المدخل. هنا يا جماعة انترادكتل، يعني في الدكت نفسها. هنا دي تبقى جاكستا جلاندرال، يعني في بداية الغدة. أما هنا تبقى انتراجلاندرال، يعني داخل الغدة نفسها.
ايه العلاجات؟ اولا ايه اللي في دخلت الضغط دي بالمنظر ده حضراتكم؟ هنا هنعمل مايوتومي اند اكستراكشن، يعني هوسع الفتحه دي، وبعد ما اوسع الفتحه اروح مستخرج الحصوه ورميها بره. اما الانتراداكتال اهو بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه، يعني داخل الضغط، في الحاله دي هنفتح الضغط من الاسفل، وبعد ما نفتح الضغط من الاسفل هنستخرج الحصوه. بس خلي بال حضراتكم العيان هنا بيبقى جنرال انستيزيا، يعني متخدر تخدير كلي، او في ساعات بنستخدم معاه نوع من اللوكال انستيزيا، نوع من المخدر الموضعي اسمه نيرف بلوك. فهننيم العيان ونفتح الضغط من تحت ونروح مستخرجين الحصوه، بس التركه اللي بيلعبوا عليها في الام سي كيو ليفنج ذا انسيجن اوبننج، يعني لازم نسيب الانسيجن مفتوح، علشان لو انا خيطته المنطقه دي هتضيق وتعمل لنا مشكله كبيره. اما اذا كانت الحصوه عند بدايه الضغط او داخل عند بدايه الجلاند، يعني او داخل الجلاند نفسها، نيفر تراي تو اكستراكت ذا ستون، انا مش هحاول ان انا اشيل الحصوه، بس العلاج بتاعي هيكون سبمانديبولار سالادينكتومي، ان انا هشيل الغده كامله او استئصال كامل للغده. تعالوا نتكلم في التيومر اوف ذا سليفري جلاند. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين وده قانون من القوانين اللي بتيجي برضو بيسالوا عليها في الامتحانات، ان كل ما الغده كان حجمها كبير ده معناه ان الاورام اللي فيها بتكون بناين اكتر. The larger the gland the more likely to be benign. يعني كل ما الغده كان حجمها كبير الورم في الغالب بيكون حميد. فمثلا البروتيد هي اكبر غده، 80% من اورامها حميده. Submandibular اصغر شويه فالحميد قل بقى 50. اما الماينور سليفري جلاند الحميد هيكون 50 والخبيث كمان 50. من الاسئله المهمه جدا يا جماعه، لما يجي لي عيان العياده بتاعتي وعنده سويلنج، يعني انتفاخه على جوانب الوجه، اول حاجه لازم اسالها هو انا هنا في الباروتيد، هو دي باروتيد ماس ولا لا؟ فهناك مجموعه من الخصائص التي تثبت ان دي او الورم ده داخل الباروتيد. اولا هتلاقوا الاير ليبيول اللي هي الاذن بتاعتنا الليفيتد اهو. بص حضراتكم كده ادي الاير ليبيول اهو، تمام الليفيتد. الحاجه الثانيه بتلاقوا الورم ممكن يوصل لحد الماستويد بروسس، وبالتالي طبعا احنا عندنا بين المانديبول وبين الماستويد في زي فورو، في زي تجويف ممكن نحط فيه ايدينا. انما هنا في الحاله دي هنلاقي اوبليتريشن للفورو، يعني الفورو او التجويف اللي بين المانديبول والماستويد مش موجود. لو قلنا العيان ده يكز على اسنانه هتبقى الورم مور بروميننت، ولو قلنا يا جماعه يفتح بقه هيكون ليس بروميننت، يعني الورم هيصغر ويبقى حجمه ايه؟ صغير جدا. برضو من الاسئله اللي لازم نسال لنفسنا، هل ده بناين ولا مالجنت؟ الورم ده حميد ولا خبيث؟ هناخد خصائص الخبيث دلوقتي، ولو حميد هل هو بلي مورفيك ولا ورسن، اللي هما اهم ورمين حامدين. وطبعا ذا ليست بيوبسي، يعني لو انا قررت اخد عينه وابعتها للمعمل، اقل بيوبسي ممكن اخده هو السوبرفيشال باروتوكتوم. برضو من الأسئلة اللي بيحبوها جدا في الامتحانات ومأكدين عليها هي حاجة اسمها رول اوف 80 أو قاعدة 80. 80% من الأورام بتاعة السليفري بتيجي داخل الباروتيد. يعني في الغدد كلها 80% من أورام الغدد داخل الباروتيد. عشان كده قلت لحضراتكم أن الباروتيد هي غدة الأورام. و 80% من الأورام بتبقى أورام حميدة، و 80% من الاورام الحميده بتكون بليومورفيك ادينوما. فلما نقول وات ار ذا كلاسيكيشن، يا ترى ايه التقسيمه؟
بتاعه الاورام احنا عندنا بناين ومالجنت، برضو التقسيمه دي موجوده في الباثولوجي. عندنا بناين، عندنا البليمورفيك ادينوما، قال علاجها حاجه بسيطه جدا، ان انا بعمل استئصال للجزء السطحي من الغده او سوبرفيشال باروتوكتومي ان ذا ديب، يعني لو وصلت للديب بنعمل كونسرفاتيف توتال باروتوكتومي. طبعا كلمه كونسرفاتيف معناها ان انا بحافظ على الفيشال نيرف، يعني ما بعملوش اصابه او ما بشيلش التفرعات بتاعته، وتوتال معناها ان انا بشيل السوبرفيشال والديب من خلال الليزي اس انسيجن، وده برضو من الحاجات المهمه جدا اللي هو الانسيجن بيبقى عامل زي حرف الاس. المونومورفيك طبعا بليمورفيك يعني فيها ايبيثيليال وميزينكايمال، انما مونومورفيك يعني بتبقى حاجه واحده. عندنا الادينو لنفوما او الوارسن تيومر، عندنا اوكزوفيليك ادينوما او اونكوسايتوما، في اذر تيومرز يعني لو عايز تعرف عنهم كلمتين، كونكتيف تيشو سيست، جودوينز تيومر، عندنا كارسينومات برضو نعرف كم اسم كده، مالجنانت ميكسد سليفري ده اللي بيجي بعد البليومورفيك ادينو كارسينوما، عندنا برضو الميوكو اوبيدرمويد كارسينوما، عندنا اندفرنشيتد كارسينوما، سكويمس سيل كارسينوما، اسامي كده على السريع. عندنا الليمفوما نون ايبيثيليال وان كلاسيفايد، يعني حاجات ما بتدخلش تبع التقسيمات. الجدول ده صراحه يعني ما اتقالش في المحاضره، بس انا شايفه جدول جميل جدا بلخص لنا الفروقات ما بين البليومورفيك والورث. اشهر ورم حميد في الباروتيد 75، احنا قلنا يعني المفروض يبقى 80%. الورسن 5% بس، يعني البليومورفيك طبعا اعلى. البليومورفيك بيحصل في الباروتيد ميلي، يعني اكتر مكان بيجي فيه الباروتيد، ولكنه ممكن يحصل في الغدد الاخرى زي السبمانديبولر والماينور جلاند، ده على عكس الورسن اللي بيبقى اكسكلوسيف ان ذا باروتيد. بالنسبه للسن البليومورفيك من 30 ل 50، الورسن اكتر من 40. بالنسبه للسكس البليومورفيك في الفيميل والورسن في الميل. البايلاتراليتي البليومورفيك يونيلاترال والورسن بيكون بايلاترال في 10% من الحالات. مين عنده جماعه كبسول واضحه جدا؟ طبعا البليومورفيك بيبقى ويل ديفايند تيومر ولكنه نوت ترو كبسول، يعني الكبسول موجوده بس مش كامله. ده على عكس الورسن اللي بيبقى ريديش براون والكبسول بتاعته ترو كبسول، وده بيقول ان معدل الريكارنس يعني معدل ان انت تشيله فيرجع تاني في البليومورفيك هيكون اكتر. البليومورفيك قلنا ان هو بليومورفيك يعني هلاقي جزء بسيليال وجزء مزنكايمال، خلاص التاني هلاقيه مليان ليمفوسايت ومليان سيستيك سبيسز، هنا مفيش سيستيك سبيسز يعني مفيش فراغات تجويفيه او مفيش تكيسات. اهو زي ما قلت لحضراتكم انه بيكون كومباينيشن من ايبيثيليال خلايا ايبيثيليال مع بليومورفيك ستروما، يعني بقى حاجات كونكتيف تيشو وهكذا. التيومر بتاع الباروتيد اورام غده الباروتيد يا جماعه، عندنا سوبرفيشال باروتوكتومي فيا ليزي اس انسيجن، بنشيل السوبرفيشال باروتيد من خلال السوبرفيشال ليزي اس انسيجن، ولو الورم دخل للديب لوب هنعمل توتال، المعلومه دي متعاده قبل كده. ده بقى الكلام اللي اتقال في المحاضره. الورسن ليه اسامي ثانيه، ادينو لنفوما عشان بيبقى فيه لنفوسايتس ما بين التكيسات بتاعته، هتبقى واضحه الكلام ده في الباثولوجي. بابيلاري سيست ادينوما لنفوماتوزيس مور كومن ان ميل، الثاني هيبقى مور كومن ان فيميل، بيجي في سن كبير 60 سنه، الثاني اصغر شويه. اولي ان ذا باروتيد، الثاني ميلي ان ذا باروتيد، ممكن نلاقيه في التيل. سوفت وسيستيك تكيسات، الثاني ما فيهوش تكيسات. البايلاتراليتي انه يجي على الناحيتين هنا اكتر. العلاج سوبرفيشال او سام تايمز بارشال سوبرفيشال باروتوكتومي. السليفري جلاند كارسينوما هتلاقوها في الباثولوجي يعني مشروعها احسن من هنا. عندنا اسينيك سيل تيومر
طبعا اسينيك ده لو جريد. لما اقول طبعا لو جريد معناه ان البروجنوز بتاعه كويس، لان السبريد بتاعه بيبقى فيري ليت. ميوكوبيدرمويد في لو جريد وهاي جريد، يبقى الاسينس او الاسينيك في لو جريد بس، ميوكوبيدرمويد لو هاي. الادينويد سيستيك بيبقى اجريسيف عنيف جدا، معاه بيري نيورال سبريد يعني انتشار حوالين الاعصاب. في عندنا كارسينوما اكس بليومورفيك ادينوما اللي هو السرطان اللي بيجي بعد البليومورفيك، ده بيبقى رير اند بور بروجنوس. ده بيجي بعد البليومورفيك، انما الوارسن يا جماعه نيفر تيرن مالجننت، يبقى ده فرق تاني ما بين الوارسن والبليومورفيك ادينوما. الكلينيكال بيكشر من مميزات اي سرطان في السليفري جلاند، طبعا انه بيبقى مؤلم، النمو بتاعه بيكون سريع، بيبقى هارد صلب، خلل في العصب السابع، فيشن نيرف ديسفانكشن، وهتبدا تظهر عليه علامات الانتشار، فعلى الجلد يعمل قرح، على الديب ستراكشر يعمل فيكسيشن للمصل والبون، هيروح ينتشر للليمف نود اللي في الرقبه، هيعمل بون اند لانج ميتاستاسيز، انتشار في العظام والرئه. بالسجيشن هنعمل اكس راي الترا ساوند، طبعا اكس راي مش دايما بتبين لي الستون لا الا لو كانت راديو اوبيك مثلا. الترا ساوند سي تي ام ار اي، بوزيترون ايميشن اللي هو المسح الذري، فاين نيدل سايلوجرافي اللي هي اشعه بالصبغه على الغده، وفي نهايه الامر العلاج بتاع السرطان بشكل عام بيبقى توتال باروتوكتومي، بشيل الباروتيد السوبرفيشال والديب ويز او ويزاوت فيشال نيرف سبيرنج، يعني على حسب ممكن اسيب الفيشال نيرف او اشيله على حسب الورم اصل ولا لا. اف ذا فيشال نيرف از نوت سبيرد، يعني لو الورم عمل انفلتريشن في الفيشال نيرف، فهعمل راديكال باروتوكتومي انسلندروما، يعني هعمل استئصال لي او ازاله للفيشال نيرف، وبالتالي بتكون انتهت حلقه النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.